احنا من منطقة الحوج جينا اول مرة كنشاركوا في هذا المعرض الدولي للخشب، وكنشكروا الغرفة ديال الجهات مكناس اللي ساحة عطاتنا الفرصة نشاركوا في هذا المعرض، خصوصا كما كتشوفوا ان اقليم الحوج داز بواحد الفاجعة اللي هي راه كل العالم عارف اللي وقع في اقليم الحوج، وهذه فرصة باش الصانع التقليدي ديال الحوج خصوصا في فئة ديال النجارة انه يروج المنتوج ديالو في هذا المعرض الدولي للخشب. وكنشكروا الناس اللي نظموا هذا المعرض، وهذه فرصه وفرصه باش نعرضوا المنتج ديالنا. وصراحه الله كاين شويه الاقبال، واخا اليوم الافتتاح كاين الاقبال الحمد لله، كاين تاثير انه النهار ضرب الزنزال يعني، ولا السياح والاقبال على المنتج الداخلي ما بقاش في الحج. والحمد لله هذه فرصه اننا نجيو هذا المعرض نشاركوا المنتج ديالنا، وكذلك نتعرفوا مع النجار الاخرين على الصعيد العالمي الدولي وكذلك الوطني. وكما كتشوفوا شاركوا معنا الناس النجار ديال افريقيا، كتشوفوا كاينين دول اخرى، وهذه فرصه باش نديروا التبادل ديال الخبره. كما كتشوفوا الاواني كاينين مغارف، وخصوصا حنا مقبلين على شهر رمضان، يعني المغربي ما كايناش المغرفه راه ما غاديش يشرب لك الحيره. وهذه فرصه باش نروجوا المنتوج ديال المغرفه، وكاينه معلقه وكاينين فرشيط مهراز، المهم كاع الاثاث ديال المنزل ديال الخشب كاينين موجودين عندنا الحمد لله. احنا كنخدموا بجوج الانواع ديال العود، عندنا الليمون وكاين عندنا القرقاع. يعني الليمون كيتستو منه هذوك المغارف ودوك الدلاك، وكاين القرقاع. القرقاع يعني كتخدموا من ا تا زيرو، يعني القرقاع فيه غتخدموا معالق، غتخدموا زلافه، غتخدموا لي بلونش، غتخدموا طبالي، غتخدموا كراسه، يعني بزاف الحوايج. اما الليمون كنخدموا على هذا الشيء الصغير. حنا الحمد لله كيكون عندنا الاقبال في هذا الشيء ديال كنسوقوا في المعارض، وكذلك كنسوقوا كيديو من عندنا التجار، وكنسوقوا حتى في المحل فين كنعرضوا المنتوجات ديالنا في مراكش طريق اوريكا.